يقول: أنا طالب سعودي مغترب في أمريكا من صغري، أميل للإيمو عفوا فقط شكل وموسيقى حزينة وانطواء وحزن، لأنه فيني صفات الإيمو مثل الخجل والصمت والحزن، وكنت أبغى أصير إيمو لو صارت لي فرصة، لكن صرامة والدتي ووالدي منعتني أن أكون إيمو، والآن أنا صرت عند في بلاد الإيمو وأحب موسيقاهم وأعشقها. طبعا أنا ماني شاذ، لكن في صفات مشتركة معهم. هل الإيمو حرام؟ هل تفكيري فيهم إثم؟ أنا محافظ على الصلاة رغم أنه كان في محاولة انتحار سابقة. شفت كيف ظهرت الآن؟ يعني قضية الإيمو أدت إلى إيش؟ أدت إلى محاولة انتحار. الإيمو هذه طائفة صرعة من الصرعات، الموضة، مو جات مرة الهبيين والبنكس والمدري اسمهم روك أند مدري وشي الخنافس والبيتلز طيب في أسماء فرق موسيقية وفي أسماء مذاهب، مذاهب يعني مذهب كذا، يعني الناس تطلع دين مذهب. طيب في الحياة طبعا نتيجة الحياة الغربية التعيسة هذه، الماديات ظهرت مثلا فرقة الإيمو، لهم شكل معين، مثلا يبغى أسود وزهري مثلا في الألوان فرضناها. أنا ترى ما عندي اطلاع معمق على طائفة الإيمو، لكن أقول ممكن مثلا الإيمو إيش يسووا، تتطور تصير لهم مواقع على الإنترنت، وتصير لهم أحزاب وجماعات وتنظيمات ومنتديات واشتراكات وأعضاء وعضوية وبطاقة وعضوية، وبعدين مثلا وناس تشتغل وتطلع بزنس من وراها، يعني تطلع بزنس تسوي قمصان وتيشيرتات يلا وبفلوس ادفع كذا، وبعدين تطلع فرق غنائية للإيمو، وبعدين يعني يلا يكثر ويزداد انتشار بين الشباب والفتيات. انت إيمو، انت إيموية، مدري ايش يعني يلا. وترى هذه لها ألوان خاصة، الأسود والزهري، يلا الأسود والزهري خلاص يلا اطبعوا حقائب إيمو، أي شيء حق هذا اللي حطوه على الرقبة، شال إيمو، مدري إيش إيمو، مناديل إيمو، يلا ملعقة وشوكة وسك، مدري إيش إيمو، مدري وش يلا. وطبعا مصانع تشتغل وفلوس، واللي تجري عليهم الموضات والصرعات هذه مساكين يشترون يلا فلوس حتى، وبعدين إيمو يلا إيش في كمان، سوي لهم أغاني يلا، موسيقى خاصة، نخلي الموسيقى مثلا خاصة كذا بالإيمو، والإيمو بما أنه يلا فيها حزن والدنيا هذه الآن مليئة بالمشاكل والمش عارف إيش، نخلي الموسيقى حزينة تبع الإيمو يلا، وش كمان نحط لهم احتفالات سنوية مدري إيش، ويلا يعني في النهاية ينتهي إلى إيش، إلى دين جديد مذهب. ويمكن الإيمو لازم ينهي حياته بطريقة معينة في الأخير، إيش عرفنا؟ يمكن الإيمو لازم كمان انتحار على طريقة معينة مثلا يعني بالإيمو. وبناتنا وشبابنا فراغ، ما في العقيدة، التوحيد، العبادة إيش نسبتها؟ أو يصلي تقليدا، يعني عقله قلبه مع الإيمو وجسمه مع يقول لك أنا مسلم بس إيش الإسلام تبعك بالاسم، أو تقليد كذا إسلام، يعني يسوي حركات في الصلاة. وبعدين الواحد إذا تداخل عنده الحق والباطل والإسلام والكفر، صار عنده تداخل يعني. فالإيمو ممكن يصوم في رمضان بس يحضر الحفلة تبع الإيمو مثلا، ممكن يروح يسوي عمرة بس أيضا يروح إلى مثلا شيء مختلط كذا، حفلة مختلطة مثلا موسيقى ونساء ورجال وكذا، وممكن يحج وينتحر يعني ممكن في الأخير، يعني لأنه هو مسلم، أبوه مسلم، أمه مسلمة، تربى على الإسلام، بعدين جاءت فرقة الإيمو وجذبته، فهو ما ارتد بالكلية، كفر بالكلية، لا نصه مسلم ونصه إيمو. يا ايوه بالاخير، مو بيطلع لك مثلا انا مسلم قادياني، انا مسلم مدري ايش، حيطلع لك انا مسلم ايمو. ايوه فيجمع، يحاولون الجمع بين ايش، شعبه اسلام وشعبه ايمو، وهذا المتناقضات.
لأنه ما في اسم، يعني أنت من تشبه بقوم فهو منهم. الإسلام يقول لك إنك إذا تشبهت بفرق الكفار ومنها الإيمو فأنت مثلهم، فيحرم عليك. فكيف حتصير مسلم إيمو؟ من زمان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله قال، من زمان أيام الاشتراكية، قال الذي يقول أنا مسلم اشتراكي كالذي يقول أنا إنسان حمار. يعني ما تركت أنت يعني ما في. ففي ناس المشكلة هذه اليوم مشكلة، ويمكن الإيمو يطلعوا أسماء ويمكن يطلعوا تقاليع، تقليعة أي شيء في طريقة الأكل، في طريقة اللبس، في طريقة النوم، في طريقة الحياة، في طريقة في المشي، في طريقة وبعدين لاحظ لما تطلع، أنا ما أشك أن وراها اليهود. اليهود يطلقون كل مدة عدة يعني إيش تنوع عندهم، تنوع في الإطلاق لهذا، لأنه الحين تحصل الشباب والشابات عن طريق الإنترنت كله إيمو، أنت إيمو إيمو أنا إيمو كمان، أهلا وسهلا كيف حالك، وتحصل تعارف، تعارف لأعضاء وأفراد الإيمو عبر الشبكة، ويسافر بعضهم إلى بعض. المؤتمر العالمي للإيمو المعقود في سيدني مدري وين في استراليا، يلا ومرة في هناك تايبي، ومرة في أوروبا، مرة في مش عارف إيمو في المغرب، وإيمو في مدري إيش، وأعضاء وجمعيات للإيمو. ما حصل المدة مثلا راحت كان أندية الروتري واللايونز من أندية الماسونية العالمية، الماسونية الماسونية من زمان، وش الماسونية لهم عضوية، وإذا جاء مدري إيش ضغط بإبهامي على كفك تعرف أنه هذا ماسوني من طريقة معينة في السلام، لما يسلموا على بعض مدري إيش يسوي في الإبهام لازم يضغط لك على مكان حتى. طيب فاخترعوا خلاص طقوس ماسونية، طيب وراها اليهود، أيوة الماسونيين ما يدروا أنه وراها، فكر أنه هذه كلها حفلات ويسووا لهم كذا أشياء فخرية وشراء، يعني يحس انه واحد ايش انه له ايه يعني رابطة الإيمو، فيحس بالفخر والشرف وهو ينتسب لهم. وين انما المؤمنون اخوة، وين الرابطة الإسلامية اللي تجمع المسلمين؟ يا اخي المفروض نحن نجتمع في الحج وصلاة العيد ويزور بعضنا بعضا، واذا شفت اخي المسلم في مطار استوكهولم ولا مطار مدري فين فأنا انبسط إن شفت واحد مسلم يصلي، أصلي ما أتعرف عليه. حنشيل هذه روح نحط رابطة الإيمو ونجتمع على غير الإسلام، مصيبة والله، مصيبة، مصيبة كارثة كبيرة يعني. وخصوصا إنه في إيش، لاحظوا من السؤال في شذوذ، يعني الإيمو معناها إنه البنات مع البنات والذكور مع الذكور، لواط قوم لوط، والإناث مع الإناث، سحاق سحاق، بس يقول يعني أنا إيمو بس مو في الإس، يعني ما هو مال الباطل ما يتجزأ كذا، الباطل خلاص. يعني لو واحد قال أنا بسوي موسيقاهم بس ما بسوي الشذوذ، طب أنت على شعبة من شعب الكفر، أو شعبة من شعب النفاق، ولا شعبة من شعب الإيمو، شعبة من شعب الباطل، شعبة من شعب الباطل، شعبة من شعب البدعة، شعبة من شعب الحرام، إيش يعني؟ برضو تبقى شعبة من شعبة، ما سوينا صح. هو خير من اللي يتبع الإيمو في كل حاجة، يعني اللي نص إيمو أقل سوءا من إيش اللي إيمو كامل، ماشي يعني. بس في النهاية فيه شعبة من شعب الإيمو حتى يدعها، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من خصل النفاق حتى يدعها؟ طيب وهذا فيه خصلة من خصل الإيمو حتى يدعها، يبقى عليه إثمها ووزرها حتى يدعها. خلاص إسلامه بس، ما في شيء ثاني، إسلامه فقط، أنا موالي للإسلام وموالي للإيمو، ما في، ما يقبل الإسلام، ما يقبل كذا، كله لله بس. وبعدين من وين جاتنا الإيمو؟ مش من الكفار ولا من وين؟ مين اللي اخترع؟ مين اللي اخترع يعني؟ من الأئمة الأربعة؟ مين اللي اخترع الإيمو؟ من وين جات؟